يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 39، الصغرى فيها 27، جوحار، الإسكندرية 33، 23، مطروح 31، 22، بورسعيد 32، 24، الإسماعيلية 40، 26، محافظة السويس العظمى فيها 39، الصغرى فيها 25، العريش 32، 23، طابة 38، 26، شرم الشيخ 42، 31، الغردقة 42، 31، محافظة الأقصر العظمى فيها 43، الصغرى فيها 29، أسوان 44، 30، الوادي الجديد 44، 27، شلاتين 38، 29، محافظة حلايب العظمى فيها 37، والصغرى فيها 30. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابعها.